طيب كابتن ماهر، الحقيقه لفت نظري، لو تقدر تجيب لنا الهدف اللي لسه جاي دلوقتي. لفت نظري يا كابتن ماهر ان هناك عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في كل الهجمات بتلاقيه متواجد في خط ال 18 اعتقد، او داخل منطقه ال 18 اعتقد. يا كابتن ماهر ده اسلوب لعب بالظبط يعني. بص حضرتك يا كابتن، ادي 1 2 3 4 كملها أربعة موجودين داخل ال 18. بص يا كابتن، عدت اجايه وبعدين وليد وبعدين حسين. مروان سوري، وبعدين حسين. كثافه، فدي كثافه عدديه زي ما كابتن فتحي يقول، كثافه عدديه وانتشار سليم للعبة النادي الاهلي. أيوه. داخل ال 18 لانهاء الهجمه السليمه المميزه بهذا الشكل. عايز اقول لك يا اسلام ان ميزه زي ما اتكلمنا ان معظم لعيبه النادي الاهلي في التلت الهجومي اللي هو التلت الدفاعي للجونه واضح لا مركزيه يعني. أيوه. تحركات لعيبه النادي الاهلي شفنا بدا وليد 8 وبعدين ثم بدا 10 ثم لقيناه جناح، نفس الكلام حسين الشحات بدا جناح ثم جناح عكس الناحيه الثانيه ثم راس حربه. فده اذا كان فبيدل على ان النادي الاهلي عنده امكانيات في لعيبته، بشريه مهاريه فنيه تكتيكيه على اعلى مستوى. أيوه. انا بس بلوم على نادي الجونه النهارده احتراما للنادي الاهلي، اي فرقه هتغامر وهتفتح خطوطها على النادي الاهلي هو ده المشهد اللي احنا شايفينه، ده المنظر اللي هيتم من خلال اخراج لعيبه النادي الاهلي في حاله لما هتسيب لها فرصه خطوط مفتوحه بهذا الشكل، هينول من الاهداف المتنوعه الاشكال الجميله المهريه. فالنهارده الفرق اللي هتقابل النادي الاهلي لو هتلعب بجيم مفتوح بهذا الشكل هيبقى في خطوره عليها بشكل كبير جدا من اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اسلام تنوع واضح قوي من اطراف الملعب، من ناحيه معلول وجبهه حسين الشحات ثم الجبهه اليمين اذا كانت هاني او معاه وليد حسين الشحات والناحيه الثانيه معاه وجايه. واضح قوي النادي الاهلي التكتيك اللي بيلعب بيه واضح، تكتيك محفوظ ومدروس بشكل جيد، ازاي انك انت بتخلخل المدافعين من ناحيه الاطراف ثم بتشغل العمق. كابتن فتحي اتكلم على الاندفاع اللي من العمق من السليه اللي بيسموه من البوكس البوكس، ودي حاجه احترافيه وحاجه عاليه جدا للعيبه السليه لما يتحرر من مكان المدافع للمكان المهاجم، هو ده اللي بيزوده وبيديله قيمه بشكل كبير. فانا النهارده بحيي لعيبه النادي الاهلي في التلت الهجومي على اللامركزيه، التحرك اللي من غير كوره، على التسليم والتسلم، على المساعده، على الكثافه العدديه، دي كلها جمل تكتيكيه بيشتغلوا عليها في المعسكر اللي فات، النهارده بيأدوها بشكل جيد جدا، غير حتى الفرص اللي ضاعت من لعيبه النادي الاهلي كان ممكن سكور يزيد اكتر من 4 اهداف. كابتن شريف، المجموعه الهجوميه جونيور اجاي وليد سليمان حسين الشحات مروان محسن ويعني نقول خلينا نقرب منهم كمان مجدي قفشه، الخماسي ده، ولكن فوجئنا زي ما الكابتن ماهر قال ان عمرو السوليه هو اللي راح يعمل الكره من ناحيه الشمال وهو اللي داخل جوه ال 18. حضرتك قلت كلمه قبل بدايه المباراه، قلت ان